أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن التفجير الذي وقع بالأمس في محيط مطار عدن الدولي. الحكومة أعلنت ارتفاع حصيلة التفجير الذي شهده محيط مطار عدن الدولي إلى 12 شهيدا وعشرات المصابين. وزير الإعلام معمر الإرياني قال في بيان إن هذه الهجمات الإرهابية تهدف للإضرار بجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار ولا تخدم سوى ميليشيا الحوثي. ومساء أمس انفجرت سيارة مفخخة قبالة البوابة الرئيسية لمطار عدن دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. إلى ذلك وجه رئيس الحكومة معين عبد الملك بفتح تحقيق عاجل في ملابسات التفجير. ووفق وكالة سبأ الرسمية فقد استمع رئيس الحكومة من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس إلى معلومات أولية حول التفجير مؤكدا متابعة ملابسات وقوعه وإعلان النتائج في أقرب وقت. أما المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا اعتبر العملية دليلا على أن ما أسماها بحرب المفخخات صارت السلاح الأخير للقوى الظلامية في محاولتها لإسقاط عدن والجنوب عموما حد تعبيره. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا يستمر التدهور الأمني في عدن؟ وما هي المعالجات التي ستنهي حالة التوترات الأمنية في العاصمة المؤقتة؟ نذهب لمتابعة التقرير ومن ثم نعود لاستقبال ضيوف هذه الحلقة. مجددا تنزف عدن، اضطرب تفجير إرهابي المدينة وتحديدا قبالة بوابة مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر أسفر عن 12 شهيدا وعشرات الإصابات في مشهد دموي يلخص واقع العاصمة المؤقتة عدن. الحادثة أعادت للأذهان سلسلة التفجيرات الوحشية والفلتان الأمني الذي لم يتوقف وسط حصاد مر أودى بحياة المئات دون أي عدالة تنصف الضحايا في مدينة المتصارعون على أرضها كثر ولم تزدهر فيها سوى النزاعات البينية ودفع المواطنون ثمنها باهظا. لم يمضي شهر على الانفجار الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس ووزير الزراعة في حي التواهي المربع الأمني شديد التحصينات بقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا القابضة بالملف الأمني في عدن التي تعيش ليالي دامية من فترة الأخرى. المجلس الانتقالي كعادته يسارع إلى وصف الفلتان الأمني بالمؤامرة التي تستهدف الجنوب، اتهامات يقول عنها مراقبون أنها بحاجة إلى أدلة ملموسة لا مجرد تصريحات للاستهلاك إعلاميا. الانتقالي قال إن تفجير عدن الأخير يأتي في سياق سلسلة عراقيل من ضمنها إفشال عمل الحكومة وتصوير عدن بأنها فاقدة للأمن والاستقرار وإحباط أي مسعى لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض. أما الحكومة فقد وجه رئيسها معين عبد الملك بفتح تحقيق عاجل في ملابسات التفجير، لكن تلك التوجيهات ذاتها صدرت في تفجير الشهر الماضي وقبلها الكثير، بينما لا تصل جميعها إلى أبعد من تشكيل لجان تحقيق تنتهي بلا نتيجة. مع كل حادثة تطل إلى الواجهة تساؤلات حول أسباب استمرار التوترات الأمنية في عدن، والإجابة هنا تحتاج إلى معرفة واقع المدينة التي تحكمها قوات تصارعت فيما بينها أكثر من مرة، فضلا عن أنها لا تخضع للحكومة ولا لأجهزة وزارة الداخلية التي يمارس وزيرها عمله من مدينة سيئون بحضرموت بعد أن غادر العاصمة المؤقتة للبلاد عقب فشل تطبيق الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض. وأمام هذا الواقع تحتاج عدن التي تئن من العبث والاضطرابات الأمنية إلى منظومة أمنية تحكمها مؤسسات الدولة لإنهاء حالة الفشل الذريع في ضبط الأوضاع الأمنية المتدهورة على أكثر من صعيد. أهلا بكم من جديد، ومعنا رئيس تحرير موقع البعد الرابع الأستاذ ماجد الشعيبي، ومعنا الإعلامي رمزي الفضلي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد ماجد. سيد ماجد، في أي سياق يأتي تفجير الأمس؟ يعني أنا تفجير
سيد ماجد، هل تسمعني بشكل جيد؟ يبدو أن هنالك مشكلة في الاتصال، أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد، سنعاود الاتصال بك. إذا أنتقل إلى ضيفي رمزي الفضلي. مرحبا بك أستاذ رمزي، مساء الخير. مساء الخير لكل الضيوف الكرام. أهلا بك سيد رمزي، كيف تفسر استمرار الانفلات الأمني بعدن، ومن المستفيد مما يحدث؟ في البداية نعزي أسر الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى الذين سقطوا في التفجير الإرهابي الذي حصل أمام بوابة مطار عدن الدولي. سبب هذه الانفلات الأمني هو أن هذه المنظومة الأمنية طردت كل ما تبقى من أجهزة الدولة التي كانت تسيطر في عدن. تم إفراغ عدد من مؤسسات الدولة الأمنية، تم طرد آخرها وزير الداخلية ووزارة الداخلية من محافظة عدن. أصبحت عدن تتحكم بها شركات أمنية وهي ليست أجهزة أمنية. القرض من هذه الأحداث الأخيرة هو إفراغ عدن من مؤسسات الدولة، فتح الآفاق إلى ما لم يحققه الحوثي أو جدت في هذه الميليشيات، حققت له هذه الميليشيات في محافظة عدن. وبرأيك من يمكن أن يستفيد من مثل هكذا تفجيرات؟ وهل أنت تابعت البيان الصادر من المجلس الانتقالي قال به أن من يقف وراء هذه التهديدات هي العناصر الإخوانية الإيرانية؟ أختي الكريمة، في حال فشلت الأجهزة الأمنية عن مكتشف مرتكب تفجير مطار عدن الدولي، هي نفس العناصر التي توجد في هذه الصفوف الأمنية التي تمارس مهامها الاعتيادية وهي مقدمة إلى معركة جديدة. أمس ما حصل أمس في محافظة عدن هو أن إحراج القوات السعودية التي هي متواجدة في مطار عدن، ويريد الذي يقول أنه أن الأجهزة التي كانت قبله كانت هي المؤمنة لمحافظة عدن، وإحراج الأجهزة الأمنية التي هي موجودة في بغية المملكة العربية السعودية في مطار عدن الدولي. لفت الأنظار من محافظة شبوة إلى محافظة عدن عندما سقط معسكر العلم. لفت الأنظار من محافظة المهرة القيضة إلى محافظة عدن. هذه من ساعد في هذا التفجير هو من منع تحرير محافظة البيضاء، وكان هو المساعد لهذه الميليشيات الحوثية. هو من يريد فتح مطار عدن وإبراك هذه المدينة، مدينة السلام. هذه الأجهزة هي من هي تقوم بها كل مرة وبنفس البصمات، لا نقول إنها بصمات قاعدة أو داعش، هي بصمات واضحة لأجهزة واستخبارات دولية معينة لتفريق المدينة من مؤسسات الدولة، وتريد هذه الفوضى تعم هذه المدينة. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي أستاذ رمزي. أعود إلى ضيفي الأستاذ ماجد. أستاذ ماجد، هل تسمعني هذه المرة؟ نعم، أسمعك بوضوح. نعم سيد ماجد، وأنت الصحفي الجنوبي المتابع، في أي سياق يأتي تفجير الأمس، ومن تحمل المسؤولية، من المستفيد من تكرار هذه الأحداث والتفجيرات؟ بطبيعة الحال استهداف مطار عدن الدولي هو ليس الأول من نوعه. نعم. هو يعني تكرار الكثير من المشاهد التي حصلت في عدن، خلاف عن استهداف محافظة عدن، وقبلها في اكتوبر استهداف مطار عدن من قبل الحوثيين بفرقة صواريخ. الجديد الان هو التحول النوعي في عمليه الاستهداف بعد ان اجهزت قوى الارهاب من مجابهه قوات الامن اضطرت الى يعني استخدام استراتيجيه جديده عباره عن استخدام السيارات المفخخه في يعني محاوله بائسه لتفجير الاوضاع ومحاوله اطلاق السكن العامه، وايضا ايصال رسائل ان عدن غير امنه. وهذا ياتي ايضا في السياق ان يعني مطار عدن ليس امن، بالمقابل يعني ضغوطات حوثيه تسعى من وراء ذلك مقابل يعني فتح مطار صنعاء الدولي. كل هذه العمليات الارهابيه التي شهدتها مدينه عدن تشهدها لسببين، الاول هو ان عدن اصبحت يعني مركز ثقل سياسي للشرعيه والمنتخب الانتقالي بذات الوقت. الثاني هو محاربه الحوثيين والجماعات الارهابيه لهذه المدينه باعتبارها اصبحت يعني حققت الكثير من الانجازات، وايضا يعني الحياه اصبحت مطبعه بشكل كامل، وبالتالي هذه العمليات الانتحاريه التي تسعى اليها قوى الشرع محاوله لزعزعه الامن المستقر وايصال رسائل للمجتمع الدولي ان عدن غير امنه، خصوصا
بعد الكثير من الزيارات الدوليه، اخرها كان الوفد الدولي الذي زار مدينه عدن وحظي باستقبال رسمي وزار المجلس الانتقالي، ويعني شاهد كيف وصلت علينا الى مرحله الرخاء. لكن في كل يعني في كل الاحوال هناك ما تزال يعني بعض يعني بعض القصور الامني يجب تعزيزه، ولكن مع ذلك من يتحمل مسؤولية هذا القصور الأمني الذي تتحدث عنه سيد ماجد؟ يتحملها الجميع المشرعين الاحترام، يعني الكثير من الجنود والكثير من المرابطين في مؤسسة الأمن وفي باقي الوحدات ما يزالون يعني حتى هذه اللحظة بلا رواتب منذ 8 أشهر. كل هذه القصور لماذا الحكومة الشرعية حتى الآن يعني يعني تعمل على إيقاف الكثير من القصورات التي تحصل عليها إدارة الأمن؟ وهناك مهمة كبيرة جدا يعني لإدارة الأمن، وبالتالي نسأل سؤال حقيقي، لماذا حتى هذه اللحظة إدارة الأمن بلا ميزانية حقيقية تستطيع من خلالها مجابهة كل هذه الأعمال؟ إدارة الأمن هي الحلقة الأضعف حاليا للأسف الشديد. نعم، ولكن هذه الأجهزة وهذه الإدارات لا تخضع لأوامر الحكومة، هي خارجة عن سيطرة الحكومة. بالعكس هناك تواصل وتنسيق مباشر مع الحكومة، يعني مع رئيس مجلس الوزراء هو من يدعم يعني إدارة الأمن، لكن المبالغ قليلة جدا لا تكفي. إن كان تم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض كانت ستحل كل هذه الإشكاليات والأمور العالقة. اتفاق الرياض هو الفيصل ونحن لا نختلف عن ذلك، وللأسف الشديد يعني الكثير من الأطراف التي سعت إلى إفشال اتفاق الرياض تحاول الآن إفشال مدينة عدن وإظهارها أنها غير آمنة تحقيقا لرغباتها الذاتية، لكن الحمد لله يعني نقولها بكل فخر ونحن كمتابعين على أرض الواقع أن عدن تجاوزت مرحلة الخطر، لكن هناك ما تزال جيوب وهناك خلايا إرهابية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بمثل هذه العمليات الإرهابية التي تحدث بين الحين والآخر، ولا أقول أنها ستنتهي، ربما هناك أحداث أكبر، لكن نحن نتوقع أن تحدث مثل هذه الأشياء لأن عدن أصبحت عاصمة، والعاصمة يجب أن تكون أن تحظى يعني بالكثير من الجهد الأمني، بالكثير من الجهد السياسي، وهذه التحديات يجب على الحكومة وعلى المجلس الانتقالي بذات الوقت العمل من أجل تطبيع الأوضاع بشكل كامل، العمل من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، العمل من أجل يعني توفير مرتبات الجنود الذي يعني أكثر من 8 أشهر، وجنود الأمن وجنود الحزام الأمني وغيرهم بلا رواتب، من يتحمل هذه المسؤولية؟ ربما هناك فجوات أمنية لكن أعتقد أنها قابلة للمعالجة، وهذه المعالجة تأتي عن طريق تصحيح الكثير من الأخطاء، أهمها إصلاح أوضاع الجنود، تكثيف العمل الاستخباراتي، محاربة أوكار الفساد والإرهاب معا. نعم، إذا سأعود إليك أستاذ ماجد، دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيفي رمزي الفضلي. أستاذ رمزي، هل استمعت لكلام الأستاذ ماجد؟ نعم، نقول الأخ ماجد يحترم عقول الناس، يعني هؤلاء لا نفذوا اتفاق الرياض ولا انخرطوا تحت الأجهزة الأمنية ولا يعني قبلوا وزير الداخلية ولا قبلوا الأجهزة الأمنية، وتم طرد وزير الداخلية وتم ما تبقى طرد ما تبقى من الأجهزة الأمنية، وهم وافقوا في يوم على اتفاق الرياض وكانوا شريك يعني في إدارة الحكومة، ثم يقوموا بإعلان انفصال وتم طرد مؤسسات الدولة. ولكن هو يرى أن هذه الأمور هي يعني لا تتدخل بالعمل مباشرة للجنود، أنه مقصر الجنود بدون رواتب، ليس هنالك ميزانية، هو يفصل الأمرين. يا أختي الكريمة، كيف بالله ان تم يعني طرد الحكومه من محافظه عدن ويريده ان يعني يمارس عمله؟ ما تركوا للحكومه مجال ان تتمارس عملها في محافظه عدن؟ يعني الحكومه تتحمل جزء بسيط منها من ما يحصل، لكن هذه الميليشيات لم تضبط يعني مكان الصرافه في محافظه عدن مخالفه، فكيف لها ان تضبط مطار عدن الدولي، وكيف لها ان تضبط يعني اداره امن عدن، وكيف لها ان تضبط يعني امور الناس في عدن؟ نعم،
في معها تكرار كل حادثة أستاذ رمزي، يطلع المسؤولين للحديث عن لجان تحقيق ولا يتم لاحقا الإعلان عن أي معلومات عن هذه التحقيقات أو لجان التحقيق، برأيك لماذا؟ أختي الكريمة، هو الفاعل يعني معروف، وهذه أجهزة استخبارات دولية تريد لهذه المدينة، مدينة السلام، أن تكون مدينة خراب. الكل لا يستطيع أن يصرح بتصريح رسمي ما يحصل. أمس تم أخذ الكاميرات المراقبة التي كانت في محيط وزارة عدن الدولي وتم إخفائها. لماذا؟ تخب من قبل من قام به؟ الفاعل معروف، لأن الفاعل معروف أختي الكريمة، الفاعل معروف، من ساعد على هزيمة في الحازمية، ومن منع على المقاومة في البيضاء للتقدم للحوثي، ومن يساعد الحوثي، وأبواق الإعلامية التي تجر وتصور انتصارات الحوثي هي من هذه الميليشيات، تناغم متقارب بين ميليشيات الانتقال وميليشيات الحوثي. هذه الميليشيات من ما هي التي تساعد الحوثي على ما لم يستطع انجازه في عدن؟ هي التي تنجز له في عدن. تم طرد المقاومه، تم طرد ابطال المقاومه الشعبيين، تم سجنهم. هذه لم تستطع الحوثي ان يصل لهم في عدن، تم يعني وصولهم بهذه الميليشيات وتنفيذ هذه الاجنده. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ رمزي الفضلي. أعود إليك سيد ماجد. سيد ماجد، في بيان الانتقالي اتهم بحسب وصفه الخلايا الإخوانية الإيرانية، وفي نفس البيان قال أن التفجير يأتي لإفشال الحكومة. عن أي حكومة يتحدث؟ أليس هنالك تناقض فيما يقوله الانتقالي؟ بعيدا عن النظرة التشاؤمية التي تنظر لها قناة بلقيس أو لا ينظرها ضيفك العزيز الانتقالي متواجد على الأرض، والحكومة الشرعية متواجدة، وهناك تفاهمات كبيرة على أرض الميدان، لكن ما يحصل حقيقة إذا حللنا الأمور بشكل إيجابي، هناك مؤامرة كبيرة تشهدها العاصمة عدن يدفع ثمنها الأبرياء للأسف الشديد، لكن المعين عبد الملك يمارس معنا في مدينة عدن بشكل مباشر، وهناك تواصل كبير مع الأجهزة الأمنية ومن الانتقالي. ايضا يعني هناك الكثير من المعلومات التي تفتقدونها انتم التي تنظرونها بشكل سلبي مثلكم مثل ضيفكم، لكن للاسف الشديد ايضا يعني هناك قصور نحن لا ننكره، لكن بالمقابل هناك جهود كبيره تبذل. نعم استاذ ماجد، نحن نستضيف الجهه الاخرى حتى توضح لنا، انت هنا لتوضح لنا ان كان هنالك اي لبس او اي قصور. هذه ميزه يعني ما لا نختلف عليها، لكن يجب على المشاهد الكريم ان يعرف ان عدن اليوم ليست عدن التي كانت في السابق، اليوم عدن تنعم بالامن والاستقرار بعيدا عن الحوادث التي تحصل بين الحين والاخر، وليستهدف الى عرقله وصول الحكومه، استهداف الحكومه بشكل مباشر بعد عوده معين عبد الملك واستهداف محافظ عدن واستهداف مطار عدن الدولي. سيد ماجد، دعنا نكون واقعيين قليلا، عن اي امن واستقرار تتحدث وهذه الحوادث تتكرر شهريا؟ لم يمضى شهر عن حادثة محاولة اغتيال المحافظ والاختطافات التي تتكرر كل يوم، وهذه نعم يعني هنالك عتب يقع على الانتقالي. الانتقالي هو الآن الجهة الأمنية الأكبر المسيطرة على عدن، ولديه الإمكانيات، إذا لماذا لا يثبت جدارته بضبط الأمن في عدن؟ هذا السؤال ليس من عندي، سؤال سيد ماجد يسأله الناس في عدن في الشارع العدني. أنا الآن أحدثكم وأنا أتجول في شوارع عدن، أنا الآن متواجد في جولة كالتكس وأتجول بشكل يعني متواصل في كل انحاء مدينه عدن برغم الحوادث الاليمه التي تشهدها، وكلنا يعني موجوعون مما يحدث، لكن كما اخبرتك سابقا بعيدا عن السجال الاعلامي وبعيدا عن ما يروج في مواقع الاتصال، هنا مواقع التواصل الاجتماعي هناك الكثير، او هناك يعني اخفاق مثلا او نقاط ضعف في الجانب الامني، في عدم يعني مجابهه بعض الخلايا النائمه، يعني هناك قصور لا ننكره، لكن في نفس الوقت هناك جهود كبيره تبذل في سبيل تطبيع الاوضاع، هناك مشاكل تعانيها العاصمه عدن على المستوى الاقتصادي على كل المستويات، لكن هذا لا يتحمل المجلس الانتقالي وحده، دعونا نكون صريحين، السعوديه، التحالف العربي يتحملها بشكل مباشر، اين الوديعه السعوديه؟
أين الدعم السعودي الذي يتحدثون عنه فقط في وسائل الإعلام؟ لماذا تركت عدن لتصل إلى هذه المرحلة المأساوية التي يعانيها المواطنين ليل نهار في هذه المدينة؟ أين الدعم؟ أين جهود الحكومة؟ أين كل هذه الجهود؟ أين وزير الداخلية؟ من قال يجب تحتاج هذه الجهود التي تتحدث عنها سيد ماجد إلى أرض مستقرة لتنفيذها، وهذا لن يتم إلا بتحقيق الشق العسكري من اتفاق رياض. دعيني أكمل كلامي. الحكومة السرية أصلا تعودت على خدمات 5 نجوم، متعودين على العيش في فنادق فارهة، لم يتعودوا مجابهة الأمور ويعني التحدي وخوض غمار الواقع. نعم. لماذا لا يعني يستقرون في العاصمة عدن ويتحدون كل الصعوبات؟ سيد ماجد أعتذر على المقاطعة ولكن ابقى معي سأعود إليك. دعني أن أرحب بضيفي من عدن فتحي بن الأزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد. مرحبا بك أستاذ فتحي، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ فتحي، كيف تابعت وكيف تنظر إلى ما جرى أمس بعدن؟ حقيقة نحن قلنا عبر قناة بلقيس قبل حوالي شهر تحديدا يوم تفجير موكب محافظ عدن، قلنا سنعود إلى قناة بلقيس وسنقول في تفجير آخر نفس القضية ونفس الحدث ونفس الكلام الذي للأسف الشديد يكرر منذ 7 سنوات، دون ما دولة، دون ما مؤسسة الدولة، دون ما حضور حقيقي لسلطات أمنية موحدة وعسكرية موحدة، دون ما غرفة عمليات منظمة، دون ما إجراءات ضبط قضائية حقيقية. للأسف الشديد سنأتي للمرة الرابعة والعاشرة ربما 20 لنتكرر عن نفس نتحدث عن نفس القضايا. هناك مشكلة عويصة في عدن، وهي حينما سقطت الدولة في 2015 لم تستطع الدولة منذ ذلك الحين النهوض مجددا، لم تستطع مؤسسات الدولة أن تعاود نشاطها الحقيقي، لم نستطع كمواطنين أن نلتمس حضور حقيقي لهذه المؤسسات. بالتالي المشكلة والمعضلة في عدن أنها غابت عنا، لا مشكلة لا حضور الدولة اليمنية ولا حضور دولة الانفصال. نحن بحاجة لمؤسسات دولة حقيقية سواء كانت من هذا الطرف أو من هذا الطرف، الأطراف تتصارع، لكن للأسف الشديد لا وجود لا لدولة جنوبية للأسف الشديد ولا وجود لدولة الشرعية. نحن بحاجة لحضور مؤسسات الدولة، ومتى ما حضرت مؤسسات الدولة أعتقد نستطيع أن نقول أننا قادرون على أن نزيح هذا الملف. دون ذلك للأسف الشديد سنعيد التحدث أكثر من مرة عن هذه القضايا دائما وابدا. اذا ما الذي من يتحمل المسؤوليه الان، وما الذي تحتاجه عدن حتى يكون هنالك دوله ويكون هنالك اجهزه امن موحده كما قلت سيد فتحي؟ الحقيقه ان كل الاطراف تتحمل المسؤوليه في عدن، سواء ابتداء من التحالف الشرعي باعتباره الراعي الرسمي لهذه الكيانات التي فرغت بعد الحرب، ايضا الحكومه الشرعيه تتحمل باعتبارها السلطه الشرعيه التي تقول انها مسيطره على البلاد او انها الطرف الذي ربما يحارب الحوثيين، ايضا الانتقالي يتحمل المسؤوليه باعتباره الطرف المسيطر فعليا على ارض الواقع. كل هذه الاطراف تتحمل المسؤوليه، وللاسف الشديد دون تطبيق حقيقي لاتفاق الرياض، دون تطبيق حقيقي لكل الاتفاقات التي أبرمت خلال الفترة الماضية، سنظل ندور في نفس القضية، سندور في نفس المشكلة. نعم. نتحدث عن حضور مؤسسة الدولة التي لا وجود لها. نعم، سأعود إليك سيد فتحي، تكرم بالبقاء معي. أعود إلى ضيفي من عدن الأستاذ ماجد. سيد ماجد، دائما ما تتكرر هذه الأحداث منذ سنوات، ودائما ما تشكل لجان للتحقيق، ولكن لا ولا في أي حدث كان هنالك أي نتائج أو معلومات لهذه التحقيقات. أليس هذا هو يعني حتى لا أليس هذا فشل على أداء وضبط الأمن من قبل الانتقالي أن لا تصل هذه التحقيقات ولا في مرة إلى نتائج أو إلى الفاعل وتقديمه للعدالة؟ الفاعل معروف هو الإرهاب، هو الإرهاب بشقيه الحوثي والإخواني. الإرهاب هذا أليس يقوم به أشخاص؟ هذا الحديث لم أقله أنا كنت في صلاحات قبل لحظات مع مدير بحث عدن وأكد لي هو شخصيا بهذا الكلام، لكن دعينا نعود إلى الماضي. يعني
قناة بلقيس وغيرها من الناس كانوا في السابق يحملون الإمارات كل شيء. دعونا نكون واقعيين مرة واحدة فقط. منذ أن رحلت الإمارات ما الذي حققته الشرعية؟ أي تقدم تقدمت في أي جبهة؟ أي خدمات وفرت في عدن وفي غيرها من حفظ الشرعية؟ نحن نتحدث سيد ماجد عن من يقف وراء تكرار هذه الحوادث. أنت تقول الإرهاب، ما مفهوم الإرهاب بالنسبة لك؟ أليس هو إنسان يعني كائن يتحرك يقدر واحد أنه يوصل له؟ من يقف خلف هذه الأحداث هي الجهات التي لا تريد لعدم الأمن والاستقرار، والكثير من الجماعات الإرهابية لديها أهداف فردية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، أهمها ميليشيا الحوثي وجماعة الإخوان الذين يعني يحتشدون إلى محافظة شبوه وغيرها، بينما المأرب يعني تقع يعني الحوثيين على أبوابها. إذن لماذا لا يتم إمساك المسؤولين؟ يعني هذه العمليات تتم في عدن وفي أشخاص في عدن. نحن نتكلم الآن، أنا يعني أقرب لك الصورة بشكل يعني أدق. يعني ما يحدث في عدن هو عبارة عن صراع. عدن مركز سياسي مقدس أصبح الآن، يعني عدن عاصمة، والعاصمة نحن قد هذه المسؤولية يجب على الجميع أن يتحمل هذه المسؤولية. هناك أخطاء يجب معالجتها ولا ننكر، هناك أخطاء في بعض الملفات لا ننكرها، لكن هناك عمل يجب دعمه، هناك عمل، هناك شغل كبير على المستوى الأمني والعسكري يجب تشجيعه. نحن نشهد يوميا يعني كثير من التطور والكثير من الأخطاء تتلاثى. نحن في أين كنا منذ 2015 الآن؟ هناك الكثير من الوحدات الأمنية التي أنتم كقناة بلقيس تسمعون على الأحداث اليوم التي حصلت منذ 2015، وكيف كان حتى أي شخص يعني يصل من الشمال إلى عدن كان يعاني في الطريق. الآن هذه الأشياء لا تحدث، عدن أصبحت منارة وتستقبل الجميع، وهناك يعني أوضاع يعني مستقرة بعيدا عن هذه الأحداث التي تحصل يعني بين الحين والآخر، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإرسال رسائل سلبية عن هذه العاصمة. لكن يبدو أنك لا ترى الأخبار. في كل شهر يتم سرقة وقتل العديد من المسافرين في العديد من النقاط، لا أقول تتبع الانتقالي، ولكن تقع في مناطق تحت سيطرة الانتقالي. شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد الشعيبي، رئيس تحرير موقع البعد الرابع، شكرا جزيلا لك، كنت معي من عدن. أعود إليك أستاذ فتحي. أستاذ فتحي، بعد كل حادثة يتم تشكيل لجنة تحقيق، ولكن دون أن تعلن أو تخرج هذه اللجان بأي نتائج، لماذا؟ أولا ربما عدن تشهد أكثر مدينة شهدت خلال الفترة الماضية تشكيل لجان تحقيق. شكلت منذ انتهاء الحرب حوالي 43 لجنة تحقيق، للأسف الشديد من الأشياء الطريفة أيضا أن هذه اللجان لا تخرج بأي نتائج، لا تخرج بأي تقرير، لا تقول للناس مثلا أن طرف من الأطراف هو المتهم، أنها توصي بشيء. للأسف الشديد كل اللجان التحقيق لا تملك أساسا أي صلاحية لممارسة نتائجها أو فعاليتها على الأرض. بالتالي كل طرف من الأطراف يذهب لتشكيل لجنة، واللجنة للأسف الشديد لا تنتج شيء ملموس، وهذا أمر يعيدنا للحديث مرة أخرى أنه بدون الدولة، بدون مؤسسات الدولة، يظل العمل نظري وغير فاعل. نحن بحاجة أولا لإعادة مؤسسات الدولة، وحينما ستعود مؤسسة الدولة ستكون هناك لجان تحقيق يخرج فيها الضابط الأمني، وهو يدرك كل الإدراك أن ما سيكتبه وما سيخرج به سيكون له فاعلية على الأرض، وسيوجه أصابع الاتهام لطرف من الناس أو لجهة معينة، وسيتم القصاص أو يتم المتابعة. لكن الضابط أو المسؤول اليوم الذي يكون عضو في أي لجنة تحقيق للأسف الشديد هو يدرك كل الإدراك أنه لا يستطيع أولا لانعدام الحماية، وثانيا لانعدام التمثيل الفعلي أي شيء ممكن أن يصدره. بالتالي هو لا يصدر شيء، يكتفي بأن يكون عضو في اللجنة، ربما لجنة تصرف لها مخصصات مالية، ونعود لندور في نفس الحلقة. نحن بحاجة إلى مؤسسات الدولة، بحاجة إلى الدولة. إذا لم تعد الدولة إلى لم تفعل مؤسسات الدولة سنظل في نفس المشكلة، وللأسف الشديد يبدو أنها ستكون أطول مشكلة في التاريخ اليمني.
إذن إجراءات شكلية تشكيل اللجان. شكرا جزيلا لك سيد فتحي بالأزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد، كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على المتابعة، أشكر ضيوفي الكرام وأشكر زميلي منتج ومعد هذه الحلقة زميل راضي صبيح. نلقاكم على خير في حلقة أخرى، إلى اللقاء.